السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صافا، كل شيء مزيان على خير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم ما كتشوفوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم انكور اون فوا في ماشين فارس فلوغ. سمحوا لي غبرت عليكم شي شويه، ولكن انا رجعت لكم بشهيوه جديده. اليوم السبت وبغيت نعيط لصاحبتي تغدى معايا. قلت له علاش لا ما نجمعوش، الجو زوين والواحد حسن يفوش شي شويه. الو، غنوجد اليوم الصفه مدفونه بالنسبه للبنات المبتدئات، فهي سهله بزاف، ما تخافوش منها. غنوريكم طريقه سهله باش يجيكم دجاج بنين وديكوراسيون راقيه، وفي نفس الوقت الطريقه ديال التفوار ديال الصفه اللي هي سهله بزاف وما كتعجن ما حتى شي حاجه. وهانتوما معايا. اول حاجه غادي نتعرفوا على المقادير. دونك غادي نحتاج واحد القياس ديال اللي بغات دير دجاجه كامله، يمكن لها دير دجاجه كامله. انا دائما كنفاسيليتي على راسي لاطاش، كنخدم دائما الطراف، يعني هكا الفخيضات بوحدهم والصدر بوحديه، فكيجي ساهل حتى فاش كنبغيو نفرتو هذاك الدجاج باش غادي نديروه سوا ديزون مدفون في الصفه، كيجي ساهل وما كتبقاوش معذبين مع العظيمات ولا يعني في البسطيله اولا الصفه مدفونه. دائما كنستخدم اولا كنستعمل الدجاج هكا طراف، كيجي ساهل وعملي. دونك هكا، دونك القياس كيبقى على حسب عدد الافراد اللي غادي ياكلوا هاد الصفه. انا هنا عندي القياس ديال 1.5 كيلو، دونك يمكن لكم تستعملوا الدجاجه بمقياس 1.5 كيلو حتى 2 كيلو. بالنسبه للبصله انا كنستعمل نورمالمون على هاد القياس 2 بصلات كبار. ما مع الاسف لقيت عندي بصله وحده اللي بقات ما فيريفيتش الافونس، مي بون معليش. غادي نخدم هاد البصله هادي حتى هي غتقضي الغرض. عندي هنايا صفه كيف كتشوفوا شوفو دونج، هاد الشعريه صفه داري اولا يمكن لكم تستعملوا حتى تريه حتى هي زوينه، مي انا كنستعمل هنا داري، كنلقاها هي اللي كنلقاها موجوده ومتوفره في المحلات العربيه والمحلات التركيه. دونك غنستعمل واحد القياس ديال 0.5 كيلو، 500 غرام. وبالنسبه للتوابل غنستعمل الخرقوم اولا يعني الخرقوم، سكنجبير، البزار، الثومه، واحد 4 معالق ديال السمن، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. دونك دائما هادشي كيبقى على حسب الاختيار. عندي هنا شي واحد 2 ريوس اولا 2 ديال الدريسات ديال الثومه محكوكين. وبالنسبه للتزيين غنحتاج فواكه جافه. عندي هنايا اللوز، شويه ديال المشمش، البرقوق والزبيب. كيبقى هادشي على حسب الاختيار، زينوا على حسب المتوفر عندكم كيف كنقول ديما. وهانتوما معايا. دابا غادي ندوز معكم لطريقه التحضير اللي هي سهله بزاف. اول حاجه غنقطع هاد البصيله رقيقه وغنرجع معكم. ولا بعد ما قطعت البصله ديالي على هذا الشكل، غادي نزيد القياس ديال 1.2 معالق كبار ديال زيت المائده اولا زيت روميه. غادي ندير الدجاج ديالي في الطنجره فوالا، وغادي نزيد التوابل كامله مع الثوم اللي ديجا محكوك كيف كتشوفوا. سمحوا لي البنات قطعت لا فيديو. دونك زدت النص ديال هاد الضويمه ديال زعفران شعره، بيان سور شويه ديال الزعفران شعره، وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نديروها فوق نار مهيله وغنخليوها تطيب على خاطرها. البنات انا الصفه الدجاج اللي كنطيب الصفه اولا الدجاج اللي كنطيب البسطيله ما كنديرش فيه الماء، لان البصله كتكون كثيره دونك فهي كافيه كتطلق الماء ديالها، وبالتالي كيجينا الدجاج ديالنا بنين فما تحتاجوش تزيدوا الماء، غير هو خصو يتقابل مزيان. يعني كل مره خصنا نحركوه ونقابلوه باش ما تلصقش لينا الطنجره، باش الدجاج ديالنا ما يكونش نشف، يعني نردو معاه البال. هنا بما انني عندي بصله وحده يعني ما كافياش، غنرد البال وغنشوف عيني ميزاني. الا بان ليا خاصو واحد شويه الماء غادي نزيد شويه الماء، الا ما خاصو شيء راه غنخليه يطيب. وهانتوما معايا، غنخليه يطيب بيان سور في الماء ديال هذيك البصله اللي غتطلق. حاجه واحده اخرى نسيت ما شرتش ليها، هي الملحه. ردوا البال مع الملحه، لان هذيك الضويمه ديال الزعفران شعره كتكون مالحه شي شويه، دونك ما تزعموش الملحه بزاف باش ما يجيش الدجاج زعيق في الملوحه وما يتكلش. ودابا غندوز باش نوجد الصفه ديالي. فغادي نحتاج واحد لو بول بحال هكا،
وغادي ندير فيه الزيت، غندير فيها الزيت بحال هكا بحال اللي كنديروا في الكسكسو، وغنحاول ندخل هذا الزيت في الشعريه ديالي كامله او لا شعريه صفا. كنحاول ان جميع الحبيبات يكونوا تلبسوا ليا بالزيت هكا باش ما كتلصقش لينا الشعريه، وكتجي مزيانه في التصفار، كتجي سهله وما كت فوالا. دونك انا ما بغيتش نخدم هنا بليكون، علاش؟ لان باغا نتاكد بان الشعريه كامله وصلها الزيت عاد باش نديرها تصفور اولا تبخر. وها نتوما معايا، فوالا البنات. دونك من بعد ما لبست الشعريه ديالي الزيت كامله، يعني دهنتها كامله بالزيت، فدابا غادي نديرها في الكسكاس فاش غتصفور. بيان سور هنا فواحد الطنجره اولا فواحد البرمه غادي ندير الماء مغلي، وغادي ندير فيه عويدات ديال القرفه باش كتنسم لينا ديك الشعريه وهي كتصفور، يعني كتجي من السما. اللي عندها عويدات القرفه ديرهم، اللي ما متوفرينش عندها فيمكن لها، ولا ديك الوريضه ديال اليانسون حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع ولا واحد النسمه رائعه للشعريه وهي كتصفور. بون هذا سي جوست ان استوس اللي بغيت نبارطاجيه معاكم، فاللي ما بغاتش ديرو يمكن لها تخلى عليه. فوالا دونك هنا غادي ندير بيان سور الشعريه هلا. راه ساهله البنات، كاع ما تخافوا منها. انا براسي ما كنتش صراحه كنزعم عليها هذه شحال، ولكن صافي من بعد مني اول مره جربتها ما بقيتش كنعجز عليها. صراحه كتجي زوينه بنينه وكتوجد دغيا، ما كتبقايش بزاف ديال الوقت في الكوزينه، كتخليها تفور في نفس الوقت كتوجدي لي فرويساك اللي غادا تزينيها بهم. الدجاج راه كيطيب، يعني ما كتقبضش اليد تو سامبلومون، يعني كلشي كيوجد ا لا فوا، وبيان سور كتقدم سخونه كتجي زوينه وبنينه. غير جربوها. وفي هذا الاثناء اللي الشعريه ديالي كطيب وبالنسبه للدجاج كيطيب حتى هو، غادي ندوز نوجد لي فرويساك او الفواكه الجافه اللي غنزين بهم. فالزبيب غادي نديرو يفزق او يترقد في شويه ديال الماء، الماء بارد عادي كيف كتشوفوا، غنخليه حتى التفويره الاخرى، عاد غادي نديرو في التحت ديال الكسكاس وغادي ندير فوق منه الشعريه باش تفور التفويره الاخرى. وبالنسبه للوز بيان سور راه غادي نسلقو وغنفسخو ونقليه عادي، والمشمش والبرقوق حتى هما غادي نطيبهم شويه وغنعسلهم بقريفه وما زهر وسكر، التعسيله ديالنا المغربيه اللي معروفه، وشويه زبده، هادشي اللي كاين. وها نتوما معايا، فوالا البنات. من بعد ما دازت واحد 20 دقيقه هكا على التفوار ديال هاد الشعريه، غادي ناخذ الماء طايب كيف كتشوفوا وغادي نخويه عليها كامله. ما تخافوش منها البنات، راه ما غتعجن ما والو. المهم ضبط الكاميرا لان الماء طايب فريمون طايب. صافي وغنخليها تقطر مزيان، من بعد غنرجعها عاوتاني تفور تفوره ثانيه. فوالا من بعد ما تفورات لنا الشعريه ديالنا اولا تبخرات واحد 20 حتى 25 دقيقه، غادي نقلبها في هذا الاناء وغادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي اولا سكر كلاص، وغنزيد عليها شويه ديال الملحه باش كتجي بنينه. فوالا البنات، من بعد ما دخلت داك الزبيده وداك شويه ديال السكر وشويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال الملحه في الشعريه كامله، غادي ناخذ داك الزبيب صفيته من الماء ودرته في القاع ديال الكسكاس فوالا، وعاد غادي ندير فوق منه الشعريه للمره الثانيه بيان سور باش تفور المره الثالثه. المره الثالثه ماشي الثانيه، سمحوا لي. دونك كيبقى عندكم ميزانكم نتوما، راه غتبانكم الشعريه واش طابت ولا مازال خصها تفويره واحده اخرى. دونك غادي تشوفوا داكشي عينكم ميزانكم. انا كنكتفي بثلاثه تفويرات هاد الشعريه داري صراحه، ثلاثه تفويرات فهي كافيه. وها نتوما معايا. وبالنسبه للدجاج البنات فشوفوا كيفاش كيجي معلك فريمون، الزيت كتفرق على المريقه، دونك فريمون كتوقف المريقه. دونك دابا غادي نهز هذا الدجاج، غادي نفرتو اولا غادي نقطعو طريفات صغار وغادي نرجعو باش بيان سور نحيد العظيمات، نحيد لكاين شي جليدات ولا شي حاجه مازالين،
و باغ لا سويت غادي نرجعو باش يتغمر مازال شي شويه في هذيك المريقه اللي مازال. عاد غادي ندوز لطبق التقديم وها نتوما معايا. وهنا البنات وجدت هاد لو ديسير كيف كتشوفوا، سي لا بات فيتي، قطعتها على هاد الشكل غير بالكاس، وبيان سور تقبتها شويه بالفرشات ودخلتها للفران. ملي طابت درت لها لا كريم باتيسير من الفوق وزوقتها هكا بحب الملوك، وغنرش عليها شويه ديال السكر غلاس بوغ لو ديكور. انا البنات من الفواكه المفضله ديالي الكرز، كيجي زوين بزاف صراحه في لي ديسير، ودابا الموسم ديالو فالكرز موجود بزاف. غادي نحيد شويه داك السكر الزايد اللي طاحت فما، وها نتوما معايا. فوالا، وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا لو ديسير اولا هذا الطبق ديال الديسير اللي وجدت. كتبقى فكره سهله بزاف وبسيطه، يعني بالنسبه للمكونات متوفره تقريبا في كل بيت، والفواكه فبامكانكم تزينوا باش ما بغيتوا، اللي عندها الفريز ديال الفريز، اللي عندها ميرتيل ديال ميرتيل، دونك شنو ما متوفر ديروه راه كيجي زوين. اناناس حتى هو هكا طريفات من الفوق، مي هكا لي فروي روج كيجيو هكا في المنظر عاطيين الصراحه، وكيجيو بنان مع لا كريم باتيسير. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الصفه ديالي من بعد ما تفورات. كيف كتشوفوها نتوما ما ملصقه ما والو، فريمون الحبه على الحبه. دابا غادي نستعملوا واحد الاطار ديال الكيك هكا، اللي ما عندهاش هذا الاطار يمكن لها تقدم تقديم عادي بسيط، يعني غادي ديري الطبقه الاولى ديال الشعريه، من بعد غادي ديري الطبقه ديال الدجاج، من بعد غادي ديري الطبقه الثانيه ديال الشعريه، ومن الفوق تزيني بالفواكه الجافه، فسهل بزاف. ها نتوما خليكم معايا. فوالا، ودابا غادي نزيد طبقه ديال الدجاج. كتشوفوا الدجاج كيجي معلك فريمون، ملي قطعتو طريفات صغار عاود رديتو في ديك شويه ديال المريقه اللي كانت مازاله وخليتو كيسخن فيها ملي بغيت نقدم بيان سور. فوالا، ودابا غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال الشعريه. هذا علاش كنسميوها السفه المدفونه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش بيان سور من خارج المغرب، اما المغاربه الحمد لله راه كلهم كيعرفوها. اي فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال السفه ديالنا. كيف كتشوفوا انا زينتها على هذا الشكل، الاختيار كيبقى لكم بالنسبه للتزيين. دونك غادي دابا نديموليها وغادي نقدمها للضيوف ديالي بالصحه والعافيه. كنتمنى الطبق اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله كنقول لكم الى فيديو مقبله ان شاء الله اولا فلوق مقبل، وهانتوما معنا ان شاء الله. صراحه غيبت عليكم بزاف، ولكن غادي نرجع هاد المره باطباق جداد فلوق جداد. دابا الجو ولا زوين والحمد لله، كورونا بدات كتنقص شويه بشويه، الحالات بداو كينقصوا، دونك بامكاننا نخرجوا، ولينا كنتمشاو في الشارع بلا ماسك، دونك كاين بزاف ديال التحسنات. دونك غادي نرجع ان شاء الله بفيديوهات اخرى ان شاء الله. يلا خليتكم على خير والى فيديو مقبله ان شاء الله، مع السلامه. Thank you.